بعتم أنفسكم سلعة رخيصة لتكونوا عملاء لعدوكم وعدو وطنكم، عدو آبائكم وأجدادكم وأمنكم واستقراركم ورخائكم، وما أنتم به في ظل قيادتكم تنعمون. لا تقولون أنكم حقوقيون، بل أنتم منتفعون قابضون للدرهم والدينار. لا تقولوا أنكم ناشطون وللحق ثائرون، بل أنتم قوم منكرون ولعرفكم متنكرون ولأهلكم خائنون. في مبدأ العارفين الغانمين الغاية لا تبرر الوسيلة، وأنتم على ذلك منقلبون. فآتاكم من بكم يستهزئون وبجهلكم يفرحون، فصرتم لهم خادمين وعلى وطنكم متآمرين. السلام عليكم. الشر يقبل حيث يكون خونة الأوطان في كل مكان وكل زمان. تصنع الخيانة وتدبر، وأعظمها فتكا حين يكون الخائن من أهل بيتك يأكل ويشرب معك. قديما وحديثا في كل الشرائع وبكل المفاهيم العربية والأعجمية، الخيانة وصمة عار وذنب لا يغتفر بحق من كانت. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة. وفي العصر الحديث يطلق مصطلح الطابور الخامس أو الخيانة العظمى على الخونة وأعوانهم، وهو وصف لمن يتعاملون مع الأعداء بالداخل أو الخارج بغرض التخريب والتضليل وإشاعة الفوضى وزعزعة أمور البلاد. فالخائن يقوم بخدمة دولة أجنبية وتحقيق أجندتها على حساب مصلحة دولته التي ينتمي إليها، مما يؤدي إلى المساس بأمن بلده واستقراره أو الإضرار بمركزه السياسي. وقد ورد في القرآن الكريم العديد من الآيات التي تحذرنا من صفة الخيانة ومن الميل إلى الخائنين أو الركون إليهم أو الدفاع عنهم، فالله يبطل خيانتهم ولا يصلح لهم عملا. ومن ذلك قوله تعالى: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. فالخائن منبوذ من الجميع، حتى من يخدمهم لا يرونه إلا وسيلة مؤقتة لتحقيق ما يريدونه فقط. فالخائن لا عهد ولا أمان له. فعظيم جدا على هذا الوطن أن يتسلل إليه أعداؤه عبر من خانوا أماناتهم وعرضوا أنفسهم سلعة رخيصة لأعداء الوطن، ومن وجدوهم فرصة لا يقدرون على هذا الوطن إلا من خلالها بالحيل والخداع والتغرير بالسدج من أبنائه. الوطن أسرة عظيمة واحدة، ومن سنة الله أن تجد بين الأسرة الواحدة الاختلاف، ولكن هناك رابط عظيم ومقدس يجعل الجميع متفق ومتحد على أمر واحد، هو أن مصلحة الأسرة هي العليا. ومهما تخاصم أفرادها فعندما تكون الأسرة في خطر يكون الجميع جنبا إلى جنب، وكل شيء آخر لا يهم. وأينما كان أفراد الأسرة متباعدين هناك أمر لا شك به، أينما كانوا فسوف يعودون ويجتمعون ولاء وانتماء لهذه الأسرة. والوطن هو كذلك. وللأسف ظهر من بيننا أبناء لهذا الوطن، أمثال أمينة حيدر المعتبرة دوليا ناشطة حقوقية، والتي ارتأت أن تصبح
تسخر ذاتها لخدمة أطروحة الانفصال ضدا على إرادة مواطنيها بالأقاليم الجنوبية وعلى إرادة الوطن بكامله، وهي لا تجد حرجا في أن تستفيد من جنسيتها المغربية لضرب الوطن وليكرسها الخارج المتواطئ كعنوان لطموح جزء من المغاربة في الاستقلال عن المغرب. أمينة حيدر التي تنصب نفسها ناطقة باسم شعب محتل لم نسمع عنها في يوم من الأيام أنها نددت بالأوضاع اللاإنسانية التي يعيشها الصحراويون المحتجزون في منطقة تندوف، لم نسمع عنها في يوم من الأيام إدانتها لواقع حقوق الإنسان المهضومة هناك، لم نسمع عنها في يوم من الأيام مناهضتها للاستبداد السياسي ولتغييب الديمقراطية في مخيمات العار أو تنديدها بتنامي مظاهر الارتشاء والفساد وضمنها التلاعب في المساعدات الدولية للاجئين من طرف مافيات الجزائر والبوليساريو. لسان أمينة حيدر يصير مقطوعا عندما يتعلق الأمر بأوضاع حقوق الإنسان هناك، وفي الإطار نفسه تبرز حالة رادي الليلي الصحفي المنبود الذي اتخذ النصب والاحتيال سجلا تجاريا باسم فضح الفساد، علما أن مشكلة رادي الليلي إدارية وليست سياسية كما يفتري في خرجاته التضليلية. كل ما في الأمر أن رادي الليلي كان أستاذا متعاقدا مع الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، ولما انتهى عقد العمل كان من الطبيعي كأي موظف أن يلتحق بوظيفته السابقة الأصلية ألا وهي التعليم بعد انتهاء مهامه، الشيء الذي لم يتقبله الخائن رادي الليلي، وبدأ بالوعد والوعيد متهما المؤسسات وبعض الشرفاء من الأمنيين. هي إذن نخبة الصماصر والبزناس والشناق المنتدبين الذين يزعجهم الخط المتنامي للانفتاح ببلدهم لأنه لا يسمح لهم باستمرار الاغتناء بالريع وبالوساطات والمساومات، ولذلك يضعون قناع المعارضة من أجل مواصلة الابتزاز. وكذلك المحتال والنصاب الدولي نبيل شعيبي الذي تقمص دور الضحية وفاضح الفساد وبدأ بالابتزاز منطلقا من رجال أعمال معروفين رضخوا إليها، حيث سلب منهم مبالغ خيالية تقدر بملايين الدراهم وذلك بمساعدة زوجته. والأدهى من ذلك أنه لما أراد ابتزاز أحد رجال الأعمال المسمى عبد الحكيم ورفض الرضوخ لابتزازاته، قام الخائن بشن حملة مسعورة ضده وضد من كان بجانبه ومنهم مسؤولين كبار بالأمن، حيث أراد تلطيخ سمعتهم والتشويش على مسارهم المهني وذلك بخلق سيناريوهات كيدية. وفي نفس الإطار تبرز حالة الضابط مصطفى أديب الضابط العسكري الخائن وكذلك المسمى بزكريا المومني اللذين اتخذا النصب والاحتيال سجلا تجاريا باسم مناهضة التعذيب وفضح الفساد، ورضا بن شمسي الذي قدم إلى المهنة من المجهول ثم أصبح بقدرة قادر مسؤول تحرير ثم محللا للشؤون الدولية، وحين بارت سلعته اختار في الأخير أن يصير اليوم مسؤول التواصل بمنظمة هيومن راتش ووتش. هؤلاء ولدوا وعاشوا على أرض هذا الوطن، آباؤهم وأجدادهم وكل ما هم امتداد له من هذه الأرض الطيبة وجد، فعقوا وطنهم وتنكروا له فسحقا لهم غير محسوف عليهم. فالوطن عظيم شامخ بأبنائه الأوفياء المخلصين أبا عن جد، لا تعتذروا بالخيانة، وعقوقكم لهذا الوطن بأنكم له ناصحون وعليه حريصون ومما سيأتي خائفون. الخير معلوم والشر معروف، لا تكذيب بعد اليوم، بعتم أنفسكم سلعة رخيصة لتكونوا عملاء لعدوكم وعدو وطنكم، عدو آبائكم وأجدادكم وأمنكم واستقراركم ورخائكم وما أنتم به في ظل قيادتكم تنعمون. لا تقولون أنكم حقوقيون، بل أنتم منتفعون قابضون للدرهم والدينار. لا تقولوا أنكم ناشطون وللحق ثائرون، بل أنتم قوم منكرون ولعرفكم متنكرون ولأهلكم خائنون. في مبدأ العارفين الغانمين الغاية لا تبرر الوسيلة، وأنتم على ذلك منقلبون، فآتاكم من بكم يستهزئون وبجهلكم يفرحون، فصرتم لهم خادمين وعلى وطنكم
متآمرين ما بين النفس وما تريد طمعا بالمزيد والسلطة والمنصب الرفيع، وبين الوطن العظيم والعليا للجميع. ما أنتم فاعلون؟ ما قدرتم الوطن حق قدره؟ ولا أنتم بعالمين ورب العالمين يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وإلى هنا نكون وصلنا إلى آخر هذا المقطع. قناة أحدث التفاصيل 24، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.